السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسولف الدرس هذا برضو راح نكمل عن الانيميشنز ونحكي عن الرول. خليني انا اجي اخذ هاي الاتش 1 واجي هون اجي احكي له الرول. طيب رول انتر انيميشن، اوكي، واجي اخذ دف من هالدفات اللي موجودة. ما شاء الله صار عندنا 200 سطر دفات كله. اوكي الفيد خلي لي اياه، انا ما بدي اياه فيد، انا بدي احنا درسنا عن الرول. اوكي هاي ايش بتصير عندنا؟ ما بدنا الفيد، احنا بدنا الرول، بس برضو الرول بيحكي لك في عندك انت رول ان ليفت وكمان ان رايت وان توب وبوتوم. ليفت خلصنا، نيجي على الرايت ونيجي هون على التوب وبرضو هون نيجي على البوتوم. اوكي نيجي نعمل هون ريلود. لاحظ الرول كيف بتيجي بطريقة لف، يعني لاحظ كيف يعني المنظر حلو والله يعني صراحة يعني. طيب اوكي لو جيت بدي اجي اعمل له مثلا هون برضو دي لي، اوكي اجي احكي له مثلا 500 5000، خلينا نجي نشوف كيف. حلو بعد 5 ثواني ظهرت. اوكي فيعني هيك. طيب اذا هلا عنا خلصنا الرول انتر، بدناش ناخذ درس جديد في هاي، نيجي نعمل له رول اكزيت. اوكي وبرضو نفس فكرة اللي هون، تمام برضو باجي بحكي له هون ايش، باجي بحكي له رول اوت ورول اوت وبدل هون توب بدل الان عفوا بد بوتوم اوت. اوكي اذا الرول اكزيت، طبعا بحكي عن ايش ما اختفت لان انا عاملها، يعني لاحظ هي موجودة بعد 5 ثواني راح تختفي. هلا شايف كيف هي اختفت وهي اجت. اوكي فهذا درس الرول، واتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس، يعطيكم الف عافية.